النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. وقع صندوق العمل تمكين مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من انطلاق ملتقى بيبان 24 الذي تنظمه منشآت تحت شعار وجهة عالمية للفرص في الفترة من 5 إلى 9 من نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية. وترعى تمكين مشاركة المؤسسات البحرينية في هذا الحدث الأبرز من نوعه على المستوى الإقليمي بالشراكة مع صادرات البحرين، وستسهم هذه الاتفاقية في توطيد أسر التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال توظيف عدد من برامج تمكين، والتي تتضمن برنامج التدريب العملي العالمي الذي يستهدف تطوير الخبرة العالمية للكوادر الوطنية. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توظيف برنامج الامتياز التجاري، أحد برامج تمكين الرئيسية لدعم عملية تبادل العلامات التجارية للامتياز التجاري بين الطرفين الراغبين في التوسع محليا ودوليا. أعلنت صادرات البحرين تنظيم جناح مملكة البحرين في معرض الصين الدولي للاستيراد 2024 في نسخته 7، ومن المقرر أن تعرض المملكة جناحها الوطني في مركز المعارض والمؤتمرات بمدينة شنغهاي، حيث سيشمل المعرض قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والسياحة والخدمات بمشاركة أكثر من 100 دولة و80 جناحا وطنيا. تأتي هذه المشاركة في إطار السعي لفتح قنوات تصديرية جديدة للمؤسسات المحلية في الأسواق الدولية. كما تسعى صادرات البحرين من خلال هذا الحدث إلى الترويج للمنتجات والخدمات الوطنية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية. احنا سعداء جدا لمشاركتنا للسنة الثانية في معرض الصين الدولي للاستيراد 7. اليوم في جناح مملكة البحرين نستعرض أهم المنتجات اللي صنعها محليا من كافة القطاعات، واللي طبعا تعكس رؤية صادرات البحرين في ترويج المنتجات والخدمات المحلية للعالم. أهلا وسهلا، اسمي رضا، أنا من الصين، وهذا أول مرة لزيارة المعرض الصيني الدولي للاستيراد. وكما أعرف أن بحرين معروف باللؤلؤ وأيضا بالذهب، ولكن بعد زيارة جناح بحرين في هذه المرة فهذا يجعلني أن أعرف البحرين يعني أكثر، وأفضل أن أزور بحرين فيما بعد إن شاء الله. ومرحبا بكم في الصين. والآن جولتنا مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أدت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لإشعال الأسواق العالمية ووضع بصمتها على الأسواق المالية، وارتفعت الأسهم الأمريكية، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 1.14%، وسجل الدولار أكبر مكاسبه مقابل العملات الرئيسية منذ عام 2020، وتراجع سندات الخزانة مما أدى إلى ارتفاع العائدات القياسية، وارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي.